ابناء كيفابي باي سامبا، زين محمد العبد، عثمان تشام، روستان الغوث، سيدي جبريل عبد الله. عبد ذلك السياسة في صراع قوي، تسديدة قوية لكنها مرت وإلى خارج أرضية الميدان، تحولت إلى ركنية فيه مباراتين خارج البلاد. كرة تعود خطيرة من الجهة اليمنى برأسية، جول أول، أول هدف في اللقاء. الشمال لا يريدون أن يضيعوا الفرصة، الكرة على الداء، لمسة ضد صالحي صانع فرحة وألعاب نادي الشمال بكرة خطيرة. بابا يا ترى معقول هذا الشمال في هذه الدقائق الأولى يحسن بهدف دون مقابل على حساب كيهيدي. هنا الكرة خطيرة، فرصة كانت خطيرة جدا لفريقين توكيفا، لمسة وخروج لم يكن موفق من جانب الحارس صلاح الدين. خطيرة الكرة لكنها تبعد من دفاعات الشمال. عبا بشكل سريع طويلة الكرة عن طريق جبريل معطلة برأسية لكنها بعيدة، برأسية بعيدة تحولت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. كرة خطيرة، هنا المحاولة، لا تزال الكرة لفريق الشمال عرضية لكن طالت الكرة، لا تزال لنادي الشمال، تبعد الكرة عن طريق تيام. انطلق حمزة بالبركة يحاول بكرة بعرضية بخطورة لكن الكرة مرت. مشاهدينا الكرام، نهاية الشوط المقابلة الأول بتفوق لنادي الشمال بهدف دون مقابل عن طريق المسار. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الثانية الرياضية، عودة بكم مرة ثانية. تعادل، كرة طويلة نحو الأمام، خطيرة الفرصة. يا إنتو يا إنتو يا إنتو، النتيجة لن تطمئن، وبالتالي حذار بالهدف التعديل، لأن إنتو إذا سجل التعادل لن يخسر في هذا الحوار. وتذكروها مني الشمال، ركلة لمصلحة فريق إنتو، تلعب كرة بعيدة برأسية، ضاعت الفرصة في آخر المطاف، ركلة ركنية عبد الفتاح بكرة خطيرة لكنها سهلة بعد ذلك من أحضان حارس المرمى. وفي هذه اللحظات سيداتي سادتي آنسات الحكم يشيرنا إلى نهاية هذه المقابلة بفوز جديد لفريق الشمال.